بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الدائم تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. الحقيقه انا بشكر ربنا دي بركه كبيره ان انا اكون في وسطيكم النهارده. ربنا يعوض القائمين على الاجتماع ويبارك فيكم جميعا ويعطينا نعمه في المساء المبارك علشان ننتفع بكلمات الروح القدس. في آية في سفر العبرانيين إصحاح 5 عدد 14 تقول وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن لهم الحواس المدربة على التمييز بين الخير والشر. بنعمة ربنا نتكلم النهاردة عن الحواس المدربة. الحواس المدربة، والحواس المدربة يا أحبائي تسمع صوت ربنا في أي موضوع وفي أي اتجاه. ساعات يبقى ربنا صوته واضح وصريح في عظة في آية، لكن في ما هو أعمق. خلاص ما تشغلش بالك، في ما هو أعمق. ولنتذكر موقف داود النبي وهو ملك. الملك وهو ماشي يبقى ليه هيبته، حواليه الحرس وقادة الجيوش، هيبة هيبة كبيرة قوي. وكان داود عامل الخطية، وبعدين يجي شمعي ابن جيرة يشتم في داود الملك، فالحراس يعملوا ايه؟ طبعا هيخلصوا عليه، لكن داود اللي حواسه مدربة تخيلوا يقولي على الشتيمة دي اتركوه، الرب قال له سب داود، لأن داود النبي حواسه مدربة وعارف أن ربنا عايز يربيه ويأدبه ويمشيه في سكته ويرجعه ليه تاني، فرضي بالشتيمة وقال عليها كده الرب قال له سب داود، فحواسه مدربة. والحقيقة الحواس المدربة دي تيجي دايما بالمعاملة الكتير مع ربنا. الواحد كل ما يتعامل مع ربنا كتير تبقى حواسه مدربة ويبقى ذهنه على طول حاضر، كل ما يشوف هيقول ده ربنا عمل كده، ده ربنا سمح بكده، ده في بركة من ورا الموضوع ده، دي حاجة جميلة، ده في خير جاي. ما يقولش على حاجة وحشة أبدا، لأن ربنا دايما يقدم الخير. في الحقيقة شخصية مبروكة قوي في الكتاب المقدس، في سفر التكوين إصحاح 24، ولعلكم تذكر اسم إليعازر الدمشقي. حد عارف ده مين؟ أبونا إبراهيم كانت حواسه مدربة وحلوة قوي وذهنه مفتوح على ربنا على طول، فيجي ربنا اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، حاضر يا رب، وراح ماشي. طب رايح فين؟ محدش يعرف، معرفش خالص. وصار ابونا ابراهيم في غربته عظيم جدا وربنا باركه قوي. جاب إليعازر الدمشقي، وكان ابونا ابراهيم وصل 140 سنه واسحاق كان وصل 40 سنه، وقالوا تعالى إليعازر احنا عايزين نجوز اسحاق، واسحاق ده مش اي واحد، اي واحد ده ابن الموعد، مش كده ولا يعني ابن الموعد؟ ابن الموعد يعني ايه؟ يعني المسيح المنتظر هيجي من نسله. فده اذا لما نعوز نختار زوجه لاسحاق ما تطلعش اي واحده. طب نعمل ايه؟ قال له انت هتسافر وترجع أرض ميلادي، الأرض اللي أنا ربنا خرجني منها.
فهنا نقف وقفة أحبائي. إبراهيم ساكن في وسط الكنعانيين، من مصلحته، إحنا نتكلم بالتفكير البشري، من مصلحته إنه هو يقترن بمين؟ بالناس اللي حواليه، فيبقى إيه، مش غريب في الأرض اللي عايش فيها. يعني يبص البصة اللي فيها حسابات، ودي الغلطة اللي بعض الناس تقع فيها، تقع في حتة النظرة اللي فيها حسابات. خدي يا بنتي ده معاه مرتين، خدي ده هيورث كذا، خدها دي ما أبوها سايب لها. بنقع في النظرة البشرية دي شوية. قال له بص، هتروح الأرض اللي ربنا خرجني منها. الأرض دي على بعد قد إيه؟ هو بيكلمه كان في بئر سبع، وهيسفره لغاية أرض ناحور. المسافة دي كانت 500 ميل. يعني العازر علشان يخطب لإسحاق هيفضل ماشي بالجمال على الأقل 20 يوم. الواحد لو قالوا له روح اخطب من اسكندرية يقول أنا ما اتغربش. طيب قال له تعالى بقى عشان أحلفك ونتواعد. وناخد بالنا قوي أحبائي من القصة دي، لأن هتعلمنا كتير. قصة جميلة وفيها الإيمان، الإيمان الحلو قوي. قال له تعالى أحلفك، فحلف له. قال له طب افترض يا سيدي، بيكلم إبراهيم، إن أنا رحت ولقيت الفتاة لكن ما رضيتش تيجي معايا. قال له بص يا إليعازر، الرب إله السماء، شوفوا أبونا إبراهيم الحلو اللي مليان مليان فعلا، الرب إله السماء الذي أخرجني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني، شوفوا العشرة، أخرجني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو إيه؟ يرسل ملاك أمامك، يرسل ملاك أمامك. ودي حط تحتها خطوط في كل مشاريعنا ومشاورنا وتفكيرنا، بنقول يا رب ابعت الملاك قدامنا. يرسل ملاك أمامك فتتخذ لابن إسحاق زوجة من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا، وأما ابني فلا ترجع به إلى هناك. خلاص ده احنا عملنا عهد مع ربنا من زمان، لا أنا ولا ابني هنرجع على الأرض دي خلاص، لكن انت ايه أهم ما في الموضوع؟ يرسل ملاكه أمامك. يا أحبائي احنا في تفكيرنا، بتفكيرنا وتخطيطنا دايما نقول يا رب لتكن مشيئتك، لان هنشوف يعني ايه في القصه دي، يعني ايه ربنا يرسل ملاكه، يرسل ملاكه قدامنا. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. احنا شاعرين بقى بالملاك ده. العازر الحلو الامين ده كان شاعر قوي بدعوه ابونا ابراهيم ان الملاك هيبقى ايه، موجود قدامه. طب يا إليعازر انت هتسافر لأرض متعرفهاش، يعني 20 يوم سفر، طب هتتوه، طب الأرض هتبقى عاملة ازاي، طب الجمال هتجوع، طب الرجالة اللي معاك هيعملوا ايه، طب لو طلعوا عليك لصوص، طب لو طلعوا عليك وحوش. فكل ده موضوع مش سهل، ما هو زي دلوقتي يركب العربية ويسافر، موضوع صعب جدا. لكن إليعازر خد الكلمة من بق أبونا إبراهيم، يرسل ملاكه أمامك. إليعازر جهز 10 جمال محملة بخيرات سيده إبراهيم، وده بيشاوره عليه ويقوله ده عامل زي الروح القدس الذي يأخذ مما المسيح وإيه ويعطينا، زي الروح القدس حمل جمال مولاه أبونا إبراهيم بكل الخيرات، وخد بعض وسافر 20 يوم سفر. وصل لأرض ناحور في المساء، وفي المساء في عادة القرى زي دلوقتي كده البنات يجمعوا بعض ويخرجوا علشان ايه، يملوا مية من العين. إليعازر طول الرحلة وهو قلبه مشغول،
قلبه مشغول مش بنفسه ولا بتحقيق أي شيء لذاته ولا مجرد التفكير في نفسه، لكنه خد أمر وتوجيه ودعوة حلوة من أبونا إبراهيم، وكل نفسه أن هو يحقق أمنية أبوه أو أمنية مولاه أبونا إبراهيم. وعلشان الملاك قدامه، مجرد ما إليعازر يوصل وقت المساء عند الغروب يبقى البنات كلهم جايين علشان يملوا مية. أنا أسألكوا سؤال، واحد بقاله 20 يوم مسافر مفروض يبقى إيه؟ يعني أول ما يوصل يعمل إيه؟ حقه يرتاح، مش كده ولا إيه؟ الراجل بس يقعد ياخد نفسه أو يشوف أي حتة يبيت فيها أو يعني يأكل الناس والرجالة والجمال وهكذا، لكن كان مشغول بتنفيذ المهمة اللي أبونا إبراهيم بعته فيها. يوصل والبنات خارجين، ما هو الملاك موجود عمال بقى بيرشده، الملاك شغال كويس جدا. طب إليعازر يعمل ايه؟ اهو بنات كتير جايين، طب يسأل مين ويعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ تفتكر يتصرف ازاي إليعازر الدمشقي؟ اول حاجة يعملها يقف يصلي الرجل الامين الحلو ده ويقول ايه؟ اسمعوا الصلاة الجميلة دي نتعلمها. أيها الرب إله سيدي إبراهيم، دي أولها. أيها الرب إيه؟ إله سيدي إبراهيم. نفهم إيه من الجملة دي؟ نفهم إن ده إنسان مضطدع جدا، مش شايف في نفسه أي استحقاق إن يدعو ربنا إلهه كده على طول مباشرة. إنسان حلو قوي، خدوم مسافر 20 يوم عشان ينفذ مهمة تحمل في سبيلها كل الأخطار. وتاني حاجة، إنسان مضطدع جدا. أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم. سهل يا رب، سهل يا رب، نتعلمها الكلمة الحلوة دي، سهل يا رب. يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. يا رجل طب اتكلم على نفسك، يعني قول اصنع لطفا ليا، طب قول نجح طريقي، طب قول شاور لي على البيت ولا على البنت، طب اتكلم في قلبي. ده بيتكلمش على نفسه خالص. ايه الاتضاع والانسحاق الحلو ده؟ ربنا ده يسمع له ولا ما يسمعلوش؟ يسمع له قوي. الست العذراء قالت انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. ده انسان منسحق، ده انسان منسحق. العذراء تقول لانه نظر الى اتضاع امته. اتضاع يعني ايه؟ مش التواضع. العذراء مش بتفتخر بالاتضاع بتاعها، ده اتضاع يعني بتقول انا ولا حاجه. نظر الى المكانه بتاعتي اللي هي تعتبر غير موجوده، نظر الى حاجه غير موجوده. كانت متواضعه قوي العذراء، متواضعه قوي. المسيح جواها وراحت تخدم اليصابات، مش كده؟ فده انسان مطلع قوي. يسر لي اليوم واصنع لطفا الى سيدي ابراهيم. يا سلام، يا سلام على انه بيعظم ابونا ابراهيم قدام ربنا، على انه شايف نفسه غير مستحق انه حتى يتكلم، فبيتكلم باسم ابونا ابراهيم. وبعدين بقى ايه؟ وبعدين بقى ايه؟ يبين الايمان اللي استقام من ابونا ابراهيم، يبين الايمان الحلو. الايمان الحلو يبان في ايه بقى؟ يقول له ايه؟ ها انا واقف. خدوا بالكم، دايما ربنا يامرنا واحنا نعمل ايه؟ ننفذ، مش كده ولا ايه؟ بصوا في القصه دي، إليعازر هو اللي هيخطط وربنا هينفذ. تخيلوا، تخيلوا الايمان ممكن يوصلنا لفين؟ ان احنا نحط لربنا شروط وربنا يقول حاضر انا هنفذها. بيقول له ايه بقى؟ ها انا واقف على عين الماء وبنات اهل المدينه خارجات ليستقين ماء. خلاص خارجين بيملوا ماء، فليكن
بص الشرط أن الفتاة، وبيحط شرط لمين؟ للي هيخطبها مين؟ إسحاق. إسحاق ابن مين؟ ابن الموعد اللي هيجي من نسله مين؟ فدي ما ينفعش تبقى أي واحدة، ما ينفعش تبقى أي واحدة. وإحنا لما نيجي نخطب إحنا ما ينفعش تبقى أي واحدة، وإحنا لما نيجي نقترن ما ينفعش تبقى أي واحدة، أما نيجي نخطب لأولادنا مش أي واحدة، أما نيجي نخطب لبناتنا مش أي واحد، مش كده ولا إيه؟ بنبص لفوق، نبص لفوق ونصلي. بنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب، بنات جايين هينزلوا العين وهيملوا ماية، فيا رب البنت اللي أنا هقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. مش ليا برضو، بصوا الشرط، ايه الشرط بقى؟ ايه الشرط اللي حطوه؟ اولا هيقول للبنت زقين، فتقول له اشرب، يبقى هي ايه؟ خادمه، مش كده ولا ايه؟ طب وخادمه كده اي خادمه؟ ده اشرب وانا استقي لجمالك ايضا، دي كلمه جامده قوي. كان معاه كام جمل؟ 10 جمال. طب الجمل اللي هو مسافر 20 يوم ممكن يشرب كم جرة؟ كم بلاص يعني لا مؤاخذة؟ ها؟ مش كده؟ يعني مثلا نقول يبل ريقه بخمس جرار، يعني خمسة؟ خمسة في 10 بكام؟ طب في واحدة تتحمل تنزل العين وتملى الجرة 50 مرة طلع نزلة؟ 50 مرة، والجرة بتاع الزمان كانت حاجة كبيرة قوي ومعمولة بقى بضمير، مش زي دلوقتي أي حاجة بتتعمل كده. لا تقيلة تقيلة، ده هي علشان تزقيه هو، هي طبعا وهي في العين مالتها، فالجرة تقيلة، فتقول لواحدة من صحاباتها ارفع عليا، مش كده ولا ايه؟ فترفع على كتفها، تصدق لما الجرة تحط على ايه؟ على كتفها، وتمشي بيها وهي عيني بالعافية، مش كده ولا ايه؟ فتروح بقى ايه؟ يقول لها زقيني، فمضطرة تنزل الجرة دي على كتفها على ايه؟ ايديها، عشان الراجل يطول، وبعدين تميلها له، واكيد هتميلها بذوق، مش هتغرقه مية، فبالراحة كده وتقول له اشرب، كل ده مجهود، طب ده مقدور عليه، لكن 50 مرة تملى الجرة طالعة نازلة، ايه ده اليعازر ده يقول دي مش أي واحدة، دي اللي هيخطبها سيدي إسحاق، ودي اللي بعتنا عشانها سيدي إبراهيم، ودي اللي هيجي منها المسيح المنتظر، ودي هيخطبها ابن الموعد. فإذا ده لازم تتحط شروط قاسية جدا. قال يا رب أنا حطيت الشروط دي، واللي أنت شايفه بقى تعمله. لو البنت هي دي بها أعلى، هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. إحنا أحبائي مهم قوي الموضوع ده، علشان لما أخواتنا وأولادنا وإحنا نقترن نقول يا رب هات من إيدك، يا رب ابعت أنت، ليه ابعد عنكم دلوقتي المحاكم شايفينها مليانة ليه؟ لأن محدش بص لفوق، الناس بصت كده شافت العمارات وشافت الأطيان أو شافت الوظيفة أو شافت الصحة الجامدة أو 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 العزوة أو العيلة أو، مش كده؟ مش إحنا كده ما نروح نخطب ولا حاجة، يروح مع الولد بقى عمه وخاله وأبوه وأمه وأختها ومش عارف، يقول نروح عزوة كده نملى العين، مش كده ولا إيه؟ لكن لا، ده بقى بص لفوق، علشان كده ربنا هيملى له إيديه. بص لفوق، إنسان متضع وإنسان حلو وإنسان مصلي. لا يمكن يا أحبائي حد يلجأ لربنا وربنا يضحك عليه، يضحك عليه ربنا ما يطلعش أمين معاه. نلجأ له فهيملأ دينا وهيدينا وطيب خاطرنا ويفرح قلبنا ويدينا سؤال قلبنا، مش كده ولا إيه؟
لسه ما خلصش الكلمة وجت رفقة قدامه. الله، طب البنات دول كتير، مش البنات كتير؟ طب اشمعنى يكلم رفقة؟ ها؟ ما ننساش بقى ايه معاه، ايه جاي معاه منين؟ من عند ابونا ابراهيم، في ملاك بقى هيسهل له، وهو قال له يسر لي اليوم، سهل يا رب، يا رب سهل واصنع لطفا الى سيدي، سهل يا رب. ربنا لازم لازم هيديله السؤال قلبه. يقول لك الكتاب، الكتاب دقيق قوي، واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام. طب ايش ضمنه ان رفقه هترد عليه؟ هل في الوقت ده كان ينفع راجل يكلم ست؟ على فكره ممنوع، يعني في العهد القديم وعند اليهود تحديدا ما كانش راجل، يعني ينفع راجل يكلم ست في الطريق العام حتى لو كانت زوجته. تخيلوا، تلاقوا الحكايه دي واضحه قوي في لقاء المسيح مع السامريه. اخر جمله اتقالت في قصه السامريه لما التلاميذ كانوا بيجيبوا طعام وجم وكانوا يتعجبون انه كان يتكلم مع امراه. اللي مش عارف الحكايه دي يستغرب، يعني ايه بتعجبه؟ يعني دي حاجه غريب، ايه بتعجبه من ايه؟ بيتكلم مع امراه وهي نفسها والمسيح بيكلمها. قالت له يعني انت بتكلمني ازاي؟ يعني قالت له كلمه الكتاب يقولها بذوق، لكن هي في معناها يعني خلي عندك، يعني ده انا امراه وسامريه وانت راجل ويهودي، يعني في كل الاحوال ما ينفعش الكلام، لا يهودي مع سامريه ولا امراه مع رجل، ما ينفعش. ده في التلمود اليهودي كان الراجل يقف يصلي يقول اشكرك يا رب لانك لم تخلقني امراه. تصوروا، عشان تعرفوا المسيح حط قيمه، قيمه عاليه ازاي للسيدات والبنات. وجاب بولس الرسول يقول ايه؟ ليس ذكر ولا انثى في المسيح، بل الجميع ايه؟ خليقه واحده. مش كده ولا ايه؟ والمسيح كرم قوي الستات والبنات، كرمهم جدا في شخص مين؟ العذراء مريم، مش كده؟ وكل القديسات، وكرمهم في شخصكم انتوا، مش كده ولا ايه؟ يقول ايه؟ فانها تخلص، الكتاب يقول عليكم كده، تخلص بولاده البنين. مجرد بس ما هي يعني بتربي الاولاد للمسيح هي بتخلص. فايش ضمنه؟ لا، ده الراجل عارف انه ابونا ابراهيم دعا له دعوه حلوه ان يتقدموا ايه؟ ملاك الرب، مش كده ولا ايه؟ واحنا اما بنزنق بننده على ملاك الرب، نقول يا ملاك الرب الحقنا، دي حاجه حلوه قوي اهي، باينه اهي، باينه، كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين يجاب لكم. المسيح بيقول كده، بيقول لنا كل ما تطلبونه. قبليها باب آلاف السنين العذر عملها وصلى، وصلى هو مؤمن وعارف ان ربنا هيحقق له. واذ لم يكن، واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، اذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور اخو ابراهيم خارجة وجرتها على كتفها. بصوا النسب وصل لفين؟ لابراهيم اللي هو جاي منين؟ من عنده اللي هو بعته. وكانت الفتاه حسنه المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. نزلت الى العين وملأت جارتها وطلعت. رقد العبد للقاها وراح رايح لها هي لان الملاك شاور له عليها. قال لها ممكن اشرب؟ انا عطشان. فايه؟ فقالت له اشرب يا سيدي. التانية ايه؟ بصوا بقى اول الشروط اهي، يا سيدي. هو يقول على ابراهيم سيدي لانه متضع ومنساحق، وهي تقول له، هو تقول للعبد نفسه يا سيدي. ده هيجي من نسلها مين؟ المسيح، المسيح اللي هو متواضع القلب، مش كده ولا ايه؟ تعلموا مني، فلازم تكون هي متضعة، مش كده ولا ايه؟ العذراء مريم اللي هيجي منها المسيح كانت متضعة جدا، لأنه نظر إيه؟ إلى اتضاع أمته ورفع إيه؟ المتضعين. إذن يا أحبائي، في الاتضاع
ربنا يحل ولا ما يحلش؟ أما المتواضعون يعطيهم الرب نعمة. في الاتضاع ربنا يحل ويرتاح، يرتاح جدا في النفس المتواضعة، يرتاح، يرتاح ربنا قوي، يرتاح خالص في الاتضاع. فقالت له ايه؟ اشرب يا سيدي. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. الراجل ايه؟ الشروط اللي حطها ربنا، ربنا بيقوله أنا هنفذ لك يا إليعازر اللي انت عايزه. ده انت حبيبي وحبيب حبيبي، حبيب إبراهيم، مش كده ولا ايه؟ ده انت يعني اللي بعتك الغالي، فأنا لازم أنفذ لك كل حاجة، مش كده؟ وإحنا برضو كده، إحنا كده منقول يا مريمينا، شوف لنا الطلب ده مريمينا، يا رب بشفاعة مريمينا. يقول بس بس بس، ده انتوا بتتكلموا باسم الغالي، ما حققش ازاي؟ ده اللي انتوا عاوزينه، افتح ايدك وهديك واملاها. بس المهم طبعا يكون الطلب بحسب مشيئة ربنا. نطلب حاجة باسم مريمينا وربنا يقول لا، مريمينا العجايب الحلو والبابا كرولوس وهكذا كل القديسين. وإلا وإلا بقى لو طلبنا باسم العذراء يقول يا أولاد ده أنتوا إيه ده؟ دي أمي، أنا أقدر أتكلم؟ دي قالت كلمة واحدة، كلمة واحدة في معجزة إيه؟ عرس قانا الجليل، مش كده ولا إيه؟ كل ما قالوه لكم افعلوه. ياه، حاضر يا أمي، حاضر، ده أنت تؤمري، مش كده ولا إيه؟ بعد ما شرب قالت له اشرب يا سيدي، وبعدين قالت له أستقي لجمالك أيضا. إيه ده؟ شوفوا الشروط. أن الفتاة، فيكون أن الفتاة التي أقول لها أعطيني أو اسقيني وتقول اشرب وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيد إبراهيم. الشرط اللي قاله اتحقق، الخدمة الشاقة موجودة في مين؟ في رفقة. المحبة الكبيرة موجودة في رفقة. الاتضاع موجود في رفقة. ودي حاجات كانت في شخصية ربنا يسوع المسيح اللي هو هيجي من نسله. كان محب ولا ده الله محبة، ده هو المحبة نفسها اللي ذبحت ذاتها على عود الصليب في يوم من الأيام، مش كده ولا ايه؟ هو الاتضاع، تعلموا مني فإن وديع ومتواضع القلب. هو الخدمة، طبعا طبعا. هو نور العالم، هو كل حاجة، هو الذي ليس له أين أسند رأسه، هو كل حاجة، هو في كل الصفات الجميلة طبعا. وهي بقى بتزق الجمال، الكتاب يقول إيه؟ والرجل يتفرس، يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا. عمال يفكر ويبص ويحلل، وإيه اللي بيحصل؟ يا جمالك يا رب، يا حلاوتك يا رب، ده أنا لسه ما خلصش الكلمة، ده أنا لسه الطلب ما خلص، ده إيه يا رب جمالك وحلاوتك ده؟ على طول كده؟ على طول كده؟ أيوة على طول، أيوة على طول. ورفقة شغالة عيني، الموضوع ده رفقة طحنت فيه 50 جرة على الأقل. خلصت عشان وقتكم، وراح مديها هدية، وبعدين قال لها أنت بنت مين؟ أنت بنت مين يا حلوة؟ راحت مطمناه، ربنا بيطمن قلبه، أنا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لنحور. وصل لمين بقى؟ لعيلة إبراهيم، ربنا بيطمن قلبه، يقول يا أكيد بقى في من جواه، يا ابونا إبراهيم بقى أنا طالع من عندك واسمك يجي هنا على البعد ده كله. ربنا بيطمنه. قال لها طيب عندكم مكان نبيت فيه؟ ترد تقول له ايه؟ ايه ترد تقول له؟ هي عملت ايه للجمال؟ سقيتها ميه، لكن ما كملتش العزومه بتاعت الجمال، كملتها. راحت تقول له ايه بقى؟ مش عندنا مكان لتبيته، عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيته. هي الجمال الاول، ايه الرفق ده؟ ما رفقه، هي رفقه اسم على مسمى، اسم جميل، رفقه. عندنا تبن، كمل بقى العزومه بتاعت ايه؟ طب والجمال ده هتاكل قد ايه؟ هتروح تاكل البيت كله؟ هيطلع عندنا الخير كتير،
عندنا تبنوا علف كثير ومكان لتبيتوا. باختصار خدتهم ومشيت بيهم، وطلع أخوها لبان علشان يستقبلهم ودخلوا، وطبعا إيه حكى لهم حكاية أبونا إبراهيم وحكى لهم المشوار بتاعه والصلاة بتاعته وإن ربنا حقق له. حطوا له الأكل، قال لهم لا آكل أكلا حتى أتكلم كلامي. يا راجل ده أنت إيه ده؟ إيه الإصرار ده على إنك تنفذ المهمة بغض النظر عن تعبك ومجهودك وجوعك وجوع الرجالة وجوع الجمال؟ قال لهم لما كمل كلامي. خادم مش مرتبط براحته، لكن مرتبط بخدمته، مرتبط بأنه لازم يوصل لأبونا إبراهيم ويقول له ربنا حقق لك اللي أنت عايزه. خادم أمين ففرحته هي فرحة أبونا إبراهيم. قالوا البنت قدامك اهي، نسألها؟ فجابوا رفقة وسألوها تسافري معاه؟ سؤال صعب جدا، لأن السؤال ده معناه لو قالت آه عمرها ما تشوف أهلها تاني. طب تعمل زي مين؟ زي أبونا إبراهيم؟ مش هو خرج من نفس الأرض وتغرب؟ طب هما بيتمثلوا بمين؟ مش رفقة، هيجي من نسلها المسيح؟ طب المسيح اتغرب ولا لأ؟ مش ساب السماء ونزل الأرض اللي يعني عملت فيه اللي ما يعني لما نقعد لغاية ما نموت نحكي؟ ما ينفعش. نزل الأرض واتزل واتضرب، وكان يعني ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه. فهي رفقة كان عندها الاستعداد ده للتغرب، فإذن دي ضمن الشروط القاسية جدا علشان يجي من نسلها مين؟ إسحاق ابن الموعد. أهلها قالوا آية جميلة جميلة، يا ريت نحفظها ونفتكرها دايما في كل ارتباط. قالوا له من عند الرب خرج الأمر. يا على الآية الجميلة دي، من عند الرب خرج الأمر. أنا أقول وكملوها، من عند الرب خرج الأمر. نقدر يا أحبائي في أي موضوع يخصنا نقول من عند الرب خرج الأمر؟ نقدر؟ ها؟ ونتأكد ونبقى عارفين، لأن احنا صلينا وخدنا مشورة ربنا وحطينا الموضوع على المذبح، فالمذبح عمره ما هيخدعنا، عشان بقلب مليان نقول من عند الرب إيه؟ خرج الأمر. جابوا رفقة ووافقت وقالت أروح. طب تروحي إزاي؟ يعني أنت درجة الغريب وهتروح الأرض غريبة عمرك ما شفتيها وتقترني براجل عمرك ما شفتيه؟ إيه التضحية دي؟ إيه ده؟ ما أصله ملاك الرب اللي إبراهيم بعته موجود عمال يسهل كل الأمور. يسر لي اليوم، سهل يا رب. ما دي التسهيل، ما للتسهيل تبقى إزاي يعني؟ مش دي التسهيل؟ ربنا عمال يسهل ويسهل ويسهل. المهم خدها ومشي، وأهلها دعولها، وبعدين سافروا العشرين يوم اللي ايه رجعوا فيهم، وكان إسحاق خارج في الحقل بيتأمل، خارج في الحقل بيتأمل وهي ركبة على الجمل. فإيه تقول إيه؟ بصوا اللي أقرأ لكم الجملة الجميلة دي، تقول إيه؟ وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة. الجمال اللي مشيت بالخير رجع بإيه؟ رجع بالخير، رجع برفقة، رجع باللي هيجي من نسلها المسيح، رجع بكل الخير، رجع وفي طياتها بتحمل المسيح اللي جاي. رفع عينيه وإذا جمال مقبلة، وفي نفس الوقت بص الكتاب يقول إيه؟ ورفعت رفقة عينيها. في الوقت اللي إسحاق يرفع عينه رفقة ترفع عينها؟ ما أصله فيه إيه؟ ملاك، ملاك بيسهل. يسر لي اليوم، اليوم وكل يوم بعد عشرين يوم التسهيل هي موجودة. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد. طب اللي نزلها عن الجمل دي؟ ما تعرفوش، لكن روح ربنا هنا بيحرك الأمور كلها، لأنه طالما ربنا الطلب في الأول لازم يفضل معانا للآخر. وبعد ما نسلب بتقول إيه لعازر؟ من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟
فقال العبد هو سيدي، فأخذت البرقع وتغطت، راحت مغطية وشها، وهي دي العروس اللي مفروض ندور عليها لشبابنا، اللي هي تكون متشحة بالخجل وبالفضيلة، يبقى ثمر الروح باين فيها مغطيها، لا يغطيها جمالها الخارجي بل يغطيها ثمر الروح، المحبة والفرح والسلام والوداع واللطف والتعفف وهكذا. أخذت البرقع وتغطت، تبقى متوشحة بالأدب وبالذوق وباللطف وبالصوت الواطي وبالوداعة وبالإجابة اللينة وباللسان الحلو والوجه المبتسم. دايما كده كل ما نعوز أولادنا أو أخواتنا أو حبايبنا يقترنوا نقول له ابعت يا رب من عندك. أخذت البرقع وتغطت، وبعدين إسحاق عرف القصة كلها من إلعازر الدمشقي، وآخر جملة تقول إيه؟ فأدخلها إسحاق إلى خباء سر أمه، لأنه كان حزين قوي بموت أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعزى إسحاق بعد موت أمه. يبقى الزوجة اللي تيجي من عند ربنا تعمل إيه؟ تعزي. اللي ما تجيش من عند ربنا لا مؤاخذة هتنك وتعذب. فإحنا دلوقتي اتعلمنا في الاختيار، لكن إحنا وإحنا خلاص اخترنا واتجوزنا وموجودين مع بعض، نتعلم بقى، نتعلم الصفات الجميلة دي، الزوجة الوفية المطيعة المتضعة الخادمة المعزية لزوجها. لو قعد فترة ما يروحش الكنيسة، الحلوة دي لازم تقول له انت فين؟ ربنا مكتوب غياب ولا ايه؟ تقولي له كده، قوم يا فلان او قوم يا ابو فلان، ربنا مكتوب غياب ولا ايه؟ قوم عشان اروح الكنيسة، ما اقدرش اروح من غيرك. وانت قوم يا حبيبتي، ما اقدرش اروح من غيرك. ما ينفعش كده كل واحد يروح لوحده، ما ينفعش نقعد في البيت ما نصليش سوا. ادخلها الى خباء امه، الامنا اللي هي مين؟ كنيسة، مش كده ولا ايه؟ يبقى الرجل يدخل زوجته الى خباء ايه؟ الى الكنيسة، يوديها ليوصلها للمسبح علشان تعترف وتتناول ويبقى البيت حلو. ارجوكم ما يكونش المسيح متاخد غياب عندكم في البيت، عليكم مسؤولية، انت عليك مسؤولية ناحية زوجتك، وانت عليك مسؤولية نحو زوجك، وانتوا الاثنين عندكم مسؤوليه ناحيه اولادكم، مش كده ولا ايه؟ فتاخدوا بعض وتدخلوا الى خباء امكم علشان امكم تجيب لكم التعزيه من المسيح شخصيا. ربنا يديكم كل النعمه وكل البركه، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد، امين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نعظم اسمك يا رب لأنك احتضنتنا، وروحك القدوس أرسل لنا يا رب كلمة في هذا المساء. نرجوك يا إلهنا الحبيب أن هذه الكلمة تكون نافعة لنا.